مرحبا 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 مرحبا. أكون فرحانين لكم أنا. نعم. عمو يزيد راهو أسعد اللي راكم معنا اليوم. إذن يا أطفال أنتم تاني اللي حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما أصدقائنا اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com وتسجلوا للحضور بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. على بالي باللي راكم تشوفوا في أزياء جميلة، عمو يزيد ولابس الفولار وكامل، وراكم تتسألوا، نظن راكم سبتوا المناسبة اللي رانا هنا من أجلها. المناسبة ماهيش بعيدة علينا بزاف، أي قريبة، هي اليوم العالمي للكشافة. هذا اليوم اللي صادف 22 فبراير، لو 22 فبراير سي لا جورني انترناسيونال دو سكوتيزم. عليها راهم هنا هاد أصدقائنا من فوجين، فوج النهضة وفوج النور، اللي راهم معنا. فوج النهضة من العفرون هكذا، وفوج النور من شفا. إذن فوج النهضة من العفرون وفوج النور من شفا بالبليدة. إذن مرحبا بكم، وتحياتنا لكل أفواج الكشفية عبر التراب الوطني وعبر العالم، لأن الكشافة عمو يزيد كان عضو في الكشافة وتعلمت منها عدة أشياء. الكشافة تعلم تعلم تعلم، وخاصة الكشافة الجزائرية الإسلامية فيها قيم حميدة وجميلة. بعد عندنا مفاجآت. تحبوا الألغاز؟ نعم. أوكي، إن شاء الله تكونوا شاطرين في الألغاز. لغز اليوم يقول: أكون حاضرا أمام الشمس وغائبا أمام القمر، من أنا يا ترى؟ أعيد اللغز: أكون حاضرا أمام الشمس وغائبا أمام القمر، من أنا؟ على بالي بالشاطرين، معلش انتظروا لغاية نهاية الحصة، انتم أصدقائنا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية عبر موقعنا عمويزيد.com. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة، مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال، بما أننا في اليوم العالمي للكشافة في هذه الفترة هذه، لازم اليوم النشاطات كلها موجهة لهذاك في هذاك الجانب هذاك. حبينا لو كان عبد القادر يعرفنا بشخصية بادن باول اللي هو مؤسس الكشافة في العالم. كنا في السنة الماضية تعرفنا عن بادن باول، تعرفنا كذلك عن محمد بوراس اللي هو مؤسس الكشافة الجزائرية، وراح نتعرفوا أكثر في اليوم الوطني للكشاف اللي راهو ماهوش بعيد علينا وقريب. تاني كان مفاجآت أخرى للأطفال، اليوم راح نتعرفوا عن مؤسس الكشافة في العالم بادن باول مع عبد القادر. تفضل عبد القادر. تصفيقة 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 على عبد القادر. تفضل 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 عبد القادر. السلام عليكم. مؤسس حركة الكشفية سميث بادن باول، ولد روبرت ستيفن سميث بادن باول في 22 فبراير 1857، توفي والده وهو في الثالثة من عمره، وتلقى بادن باول علومه الأولى من والدته، وكان كثيرا ما يختبئ من المدرسة في الغابة التي تحيط بها، واستفاد بادن باول من العطل وكان يبحث عن مغامرات مع شقائه دائما، أجرى امتحان دخول الجيش ونجح بتفوق، فعين فورا برتبة ضابط، وأسس فرقة استطلاعية دعاها الكشافة، كانت مهمتها القيام باستكشاف خطوط العدو. وحين عودته إلى الوطن عام 1900 صدف نجاح وشعبية باعتباره بطلا قوميا، كما وجد أن الكتيب الصغير الذي أعده لجنده مساعدات في النواحي الكشفية، استخدمه قادة الشباب والمدرسون في أنحاء البلاد في تدريبهم. نتيجة لذلك قرر بادن باول أن يعيد النظر في الكتيب ليجعله أكثر ملائمة للشباب. وفي صيف عام 1907 أقام بادن باول مع مجموعة من مساعديه الكبار مخيما، قسم الفتيان إلى مجموعات، واستمتع الفتيان بأوقاتهم في المخيم في السباحة، ومارست
الألعاب والإصغاء حول النار الليلية إلى بادن باول، وهو يقص عليه مغامراته. وفي عام 1908 أصدر كتاب سماه الكشفية للفتيان الذي ترجم إلى أكثر من 35 لغة، وانتشرت الكشافة بسرعة في كل أنحاء العالم. عام 1910 وضع بادن باول وشقيقته برنامجا للفتيات، فانطلقت حركة المرشدات، وأصبح بادن باول في أول مهرجان كشفي الدولي عام 1920 قائد كشافة العالم، وتوفي عام 1941 وكان عمره 83 سنة. برافو 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 عبد القادر. إذن سميت بادن باول مؤسس الكشافة في العالم، ومحمد بوراس رحمه الله هو مؤسس الكشافة في الجزائر، راح نتعرفوا عليه إن شاء الله في اليوم الوطني للكشاف. عمو يزيد دا لكم أغنية، عبركم عمو يزيد يحب يتناول مواضيع، مواضيع كنا درنا تقدير لرجل النظافة، رجل الإطفاء، الشرطي. اليوم عمو يزيد دار تقدير لساعي البريد، ساعي البريد هو اللي يجيب لنا الرسائل. يا أخي أطفال نحبوه ساعي البريد. إذن يلا تغنوا كامل معايا ساعي البريد. Rafi
صديق عملي دوما. إذن ساعي البريد ما تحمل أخبارا طبعا أجمل. ساعي البريد هو اللي فرحنا، اللي يكون خدم مليح باش يبعثوا له البلتان يكون مليح وكامل يا أخي، اللي ما يكونش خدم مليح يخاف من ساعي البريد يا أخي. حنا ماذا بنا إن شاء الله كامل تحبوا ساعي البريد ويجيب لنا الأخبار ونحبوه. ساعي البريد في الحر في الشتاء في الصيف دائما موجود ويجيب لنا الأخبار ويجيب لنا الطرود ويجيب لنا الرسائل وكامل. إذا نحبوه تحية تقدير تقدير وإجلال لهاد الناس اللي واقفين باش يوصلوا لنا الأشياء اللي نحبوها. شكرا 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 شكرا. واش رايكم نروحوا دركا الألعاب الخفة مع عمو محمد اللي جانا من مدينة الأغواط؟ تصفيق على عمو محمد. تصفيق تصفيق على عمو محمد. تصفيق تصفيق تصفيق. تفضل تفضل عمو محمد.
إذن تصفيقة على أم محمد. تصفيقة 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 تصفيقة. برافو برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ نعم. جميل جميل جميل. إذن تحية لكل سكان مدينة الأغواط وعم محمد لاعب الخفة اللي جانا من الأغواط. تحبوا الحكايات؟ نعم. عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية التمساح الصغير. يلا معي. يا أطفال، اليوم راح نحكي لكم حكاية التمساح الصغير. واحد النهار واحد الطير صاب واحد التمساح صغير، يعني بيبي تمساح كروكوديل مساح صغير، صاب وحده هكذا وراح باش ياكلو. كي جا راح باش ياكلو هذاك التمساح قال له حبس حبس حبس، قال له ما تعرفنيش شكون انا؟ قال له شكون انت؟ قال له انا بابا التمساح الكبير، وجدي هو التمساح الكبير ثاني، قالوا اقوياء، قالوا الفيل وياكلوا. قالوا صح بصح هذاك جدك وبابا، قالوا انت راك صغير انت. ايه قالوا انا من عائله تاع الاقوياء وكامل له. قالوا واش؟ قالوا ما مش هنا، ما راك وحدك انت. قالوا تقولي بابا تقولي جدي تقولي كلاه هكذا كلاه. وهذاك التمساح عم بالو باللي راح جده ولا باباه ما مش تما، دايما يدعى بهم، عم بالو حيسلكوه. ما غلط. عمو يزيد استخلصوا من الحكاية اليوم أنه من السخف المفاخرة بإنجازات الآخرين، الأهم هو حدود قدراتنا. برافو برافو. تصفيق على أبو بيت. تصفيق على أبو بيت. تصفيق تصفيق تصفيق. يا أطفال، الواحد لما يفتخر بإنجازات الآخرين يقول له أبي وجدي، لازم تفتخر بنفسك بالعمل ديالك. واش يقولوا؟ ليس الفتى من يقول كان أبي، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا. أخي أطفال، ليس الفتى من يقول كان أبي، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا. إذن الإنسان دائما يتفخر بالعمل دياله، ما يقولش أنا جدي أنا عمي أنا خالي. العمل تاعك هو الصح يا أخي أطفال. يلا معك. إذن بما أننا في اليوم العالمي للكشافة، ماذا بيا نستقبلكم؟ شكون يقدر يورينا بعض النشاطات نتاع الكشافه؟ على بالي باللي ديروا النيران، ديروا العقد. تعال تعال ولدي، تعال تعال، اقعد هنا. واسمك ولدي؟ كمال. كمال، ورينا العقد كمال اللي تستعملوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول عقده حنديروها هي العقده البسيطه. ايه العقدة البسيطة هي نستعملوها باش بين ربط بحبل حبلين، ما بين حبلين. ايه وهي العقدة البسيطة نزيروها بس اوكي. عقدة عادية يعني كيما نديروها. ايه ولا العقدة الثانية هي العقدة الثمانية، نستعملوها عندما يكون الخيط كيما هكا وينسل. كي يكون فاسد شغل هكذا الخيط ينسل، نديرو العقدة الثمانية باش ما يخلص ما يزيدش ينسل. داكور، بس ما يجيش ينسل هنا يتنسل. داكور، هذه العقدة الثمانية قلنا. ايه العقدة الثمانية، وهذه الرابطة الوتدية. الوتدية نستعملوها في الوصل العمودي. الوصل العمودي كما هذا. ها وصل عمودين نستعمل. وصل عمودين يعني تستعملوهم نستعملو في كش طابلة نحوسو ونقبضو ما بين الحبل والحبل، نديرو الوصل العمودي. نديرو طابلة، نديرو كرسي، نديرو حاجة، نديرو يعني كي تكونوا في المخيمات وكامل هكذا. برافو 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 برافو. شكرا شكرا وليدي. الله يبارك الله يبارك. شكرا شكرا. برافو برافو. شكون يقدر يتكلمنا تاني على الاتجاهات ولا على النيران ولا؟ تعالي بنتي تعالي تعالي. جيتوا في زوج. تفضلوا 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 تفضلوا. اقعدوا اقعدوا اقعدوا. يديني بنتي هنا شويه عندي. فوالا، ورينا بنتي واش حبيتي تورينا. سنعرفكم اليوم على انواع النيران التي تخص المهارات الكشفيه، وهي النار المربعه. النار المربعه التي تاخذ شكل المربع وتستعمل للطهي. النار النجميه التي تاخذ شكل النجمه وتستعمل للحراسه في المخيمات. ونار الصيد التي تستعمل للشيء. الشيء الاكل. جميل. ايه
أما النار الهرمية التي تأخذ شكل هرم وريها لنا في صورة هكذا باش يشوفوا الأصدقاء. التي تأخذ شكل هرم وتستعمل للتدفئة، ونار الخندق هي بشكل خندق يبلغ طولها 30 سنتيمتر وتستعمل للطهي أيضا. طهي. جميل جميل، برافو برافو بناتي، برافو، شكرا 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 شكرا. شكون يقدر يتكلمنا على الاتجاهات ولا؟ تعال وليدي، روح روح، تعال تعال. واسمك وليدي؟ رياض. واسمك؟ رياض. رياض، الله يبارك الله يبارك. وكيفاش الاتجاهات، واش تعلموا في الكشافة ثاني وليدي؟ نتعلموا في الكشافة الاتجاهات في حياة الخلاء، كما نكونوا في الخلاء نبحث عن الاتجاهات لكي نصلي عن القبلة أو شيء. القبلة ولا ترجع المخيم ولا بالك واحد يتوه ولا هكذا؟ نعم، ويوجد اتجاهات اصطناعية واتجاهات طبيعية. مثل الطبيعية هي الشمس، الشمس والقمر، الشمس والقمر، ويوجد أيضا الطحلب. إيه؟ ويوجد الطحلب، ويوجد المقبرة، المقبرة ويوجد أيضا المسجد. بالضبط، باش تعرفوا الشمال ويعني اتجاه القبلة. نعم، ويوجد أيضا اصطناعية مثل البوصلة وجهاز جي بي اس وغيرها. برافو 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 وليدي، شكرا شكرا شكرا. إذا شكرا شكرا شكرا، جميل جميل جميل. نتعلموا عدة أشياء في الكشافة، خاصة في المخيمات وفي الخرجات. جميل جميل جدا، الأناشيد وكامل، وحتى القيم اللي نتعلموها والاحترام والانضباط كذلك. إذا يا أطفال، الحركة الكشفية مهمة جدا في حياتنا، لأنه جميل جميل أنه الطفل يحتك بالأطفال اللي في سنه كامل باش يتعلم القيم اللي رايح يبني عليها المستقبل نتاعو. لحقنا واحد الركن نحبه بزاف، هو ركن البريد، بريد عمو يزيد، من الأطفال عبر موقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات يبعثونا الرسائل نقراوهم. بوبي شوفي الرسائل اللي بعثوهم لنا أصدقائنا الأطفال، شوفي لك كاين كاين. جميل 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 جميل، نحب الرسائل تاع الأطفال، أنا نحب نقراهم. جميل، شكرا شكرا بوبي، تصفيق على بوبي، تصفيق على بوبي، تصفيق على بوبي. إذا الرسالة الأولى، الرسالة الأولى، عيسات فاطمة 4 سنوات من مدينة تلاغ من ولاية سيدي بلعباس، تحياتنا لكل سكان مدينة تلاغ وولاية سيدي بلعباس عامة. قالت لك هذه ما هتهضر، تحب الحصة لأنها حصة مسلية ومفيدة للأطفال. إذن سيدتي شكرا، ربي يعيش لك فاطمة، وإن شاء الله نشوفها عروسة كبيرة كبيرة ونستضيفها في الحصة إن شاء الله، مرحبا بكم. الرسالة الثانية، بن عيسى هبة 10 سنوات من مدينة ولاد الميمون ولاية تلمسان، تحياتنا لكل سكان ولاد الميمون وولاية تلمسان عامة. قالت لك أتمنى التوفيق للحصة ولعمو يزيد. شكرا يا هبة بن عيسى من ولاد الميمون ولاية تلمسان. الرسالة الموالية، شفرور إسراء 11 سنة من مدينة سوق هراس، إذا تحيتنا لكل سكان ولاية سوق هراس. قالت لك I love you عمو يزيد وأحب برنامجك. الله يبارك بنتي إسراء، شكرا على هذا الاهتمام، احنا تاني نحبوك. الرسالة الموالية، لاج لينا 13 سنة دالي إبراهيم الجزائر العاصمة، أنا أحب عمو يزيد وكل طاقم الحصة. جميل 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 جميل، والله رسائل جميلة جميلة، وعمو يزيد يفرح بها كثير كثير. الرسالة الموالية، غربال نسرين 13 سنة من مدينة معسكر، معسكر الأمير عبد القادر، تحياتنا لكل سكان ولاية معسكر. قالت لك يعجبني هذا البرنامج لأنه فيه معلومات فائقة مفيدة ومسلي لدرجة أنه يبعد الملل عنا، وأنا أود المشاركة معكم.
نسرين غربال 13 سنة مدينة معسكر. مرحبا بك بنتي ومرحبا بكل سكان مدينة معسكر، وإن شاء الله هذا البرنامج يبعد الملل عليكم كامل يا أطفال إن شاء الله. عمو يزيد شكرا شكرا شكرا، يحتفظ بهذه الرسائل اللي يحبها. ودركا شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة جميلة، نكتة 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 نكتة. تعال تعال أقعد ولدي. واسمك؟ عبد الرحمن عبد اللوي. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. الله يبارك الله يبارك، احكي لنا النكتة تاعك ولدي. واحد دش رجيجة تاع تريسيتي راح يذبحها حطها في الكونتور. خاف يضربوا تريسيتي؟ الله يبارك. شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ تعال ولدي تعال 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 اقعد ولدي. واسمك؟ رياض. رياض، شحال في عمرك رياض؟ 12 سنة. 12 سنة، أنت اللي وريتنا الاتجاهات وكامل، شاطر شاطر وليدي. وش هي النكتة تاعك؟ قال لك هذا واحد النهار واحد الطفل راح مع جدته يشذر خبز، كي كانوا مولين طاحت له خبزة، بات جدته وجا يرفدها، جدته قالت له بلي لا لا ما ترفدهاش كلاها شيطان. زاد مشى شوية طاحت له وحدة أخرى، جا يرفدها قالت له بلي لا 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 ما ترفدهاش كلاها شيطان. بعد المرة الثالثة طاحت جدته في الحفرة، قالت له بيه فدني، قالها بيه لا لا لحسك لك الشيطان. برافو برافو برافو. تعال وليدي تعال تعال. اسمك وليدي؟ عمر شريف زكريا. عمر شريف زكريا، اسمك طويل. شحال في عمرك وليدي؟ 12 سنة. الله يبارك، احكي لنا النكتة تاعك. قال لك هذا واحد الراجل كل ما يرقد ينوم القطوطة يلعبوا البالو. ايه؟ قال لك واحد النهار راح المفسر الأحلام، قال له بلي راني كل يوم ينوم القطوطة يلعبوا البالو، من بعد قال له سي اليوم ما ترقدش، قال له أنت مهبول اليوم لا فينال. برافو 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 برافو. الحقنا دركا الفقرة الجواب عن اللغز. أكون حاضرا أمام الشمس وغائبا أمام القمر، من أنا؟ تعالي بنتي أروحي أروحي بنتي أروحي قدامي. واسمك بنتي؟ ملك رقيد. شحال في عمرك؟ 12. 12 سنة. 12 سنة. وش هو الجواب؟ سحاب. لا لا ماشي السحاب بنتي. أكون حاضرا أمام الشمس وغائبا أمام القمر. تعالي عودي تكلم باسمك. كوثر. كوثر، وش هو الجواب؟ الظل. برافو الظل، الجواب هو الظل. أعطيني شفية. برافو 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 برافو. إذا بنتي عمو يزيد يهديك هذا الكوب، هذا إن شاء الله تشربي فيه الحليب والماء تفكري عمو يزيد. وهادو ثلث أقراص مضغوطة، فيها في كل سيدي كاين 22 أغنية خاصة بالأطفال من حق الطفولة. معلمي ومبروك النجاح عليكم. تفضلي بنتي تفضلي. شكرا. العفو بنتي العفو العفو العفو. اليوم عندنا عيد ميلاد عبد الله 7 سنوات. تعال عبد الله التحق بي يا ولدي. اذا عبد الله ولدي. عبد الله 7 سنوات، عمو يزيد واصدقائي راح نغنيوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروح يجيبوا لنا الكاتو نتاعو وحنا نغنيوا له. يلا التحقوا بي. تعال ولدي. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من قبيلك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بار.
ونعيشوا أحلى الأوقات يا زهان أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو اذا 7 6 5 4 3 2 1 طفينا الشمعة زيد 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 برافو 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 تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه اذا وليدي عبد الله هذه الشهادة يهديها لك عمو يزيد هي شهادة انجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم كامل يا اطفال غير تجوا خارجين كل واحد تكون عنده شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى يا أخي وشكرا على الحضور شكرا على الحضور شكرا شكرا عبد الله بما أنك رسلتنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي صندوق بريد 42000 سطوالي العاصمة راعي البرنامج رامي يهديك هذا الدراجة الجميلة إن شاء الله تستفاد بها ولدي وأنا ما بقالي إلا نقول لكم بقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت نحبكم يا أطفال سلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع